مدفع الإفطار، خلوني أقول لكم ذكرياتي معاه. أذكر يوم كنا صغار كنا نروح المدفع، هذيك الأيام كان المدفع عند حديقة الصفا في دبي، وكنا نقعد حتى لو ما كنا صايمين كنا نقعد ننتظر أطلاق المدفع، سكر أذننا نقعد نطالع بعض وننتظر هاي اللحظة. أكيد كلنا عندنا ذكريات متشابهة في مختلف إمارات الدولة، بس تعرفون متى دخل المدفع الخدمة في الإمارات؟ دخل الخدمة إلى الإمارات في عام 1970 مع قوة دفاع أبو ظبي، ومن ذا الستينات تحرص دبي على هاي العادة الجميلة باستخدام مدافع بريطانية الصن. بس تعرفون متى كان أول ظهور لمدفع الإفطار؟ ظهر بالصدفة. في روايات تقول أن في عام 865 للهجرة تم استخدام مدفع الإفطار لأول مرة في القاهرة، حيث تلقى والي مصر آنذاك مدفعاً هدية وأمر بتجربته. صادف هذا أذان المغرب في أحد أيام رمضان المبارك، فاعتقد الأهالي أن هذا إعلان لموعد الإفطار. فاليوم التالي قام الأهالي بزيارة الوالي لشكره على هذه العادة، فأصبح تقليداً متعارفاً عليه. هاي كانت حكاية مدفع الإفطار. ترينا في حلقات جاية من كان يا مكان. شوفكم على خير.